ازيكم يا حلوين، النهارده هحكي لكم قصه جميله. قصه النهارده عن بنت اسمها سندريلا. جاهزين؟ يلا بينا. كان يا مكان كان في بنوته رقيقه وجميله اسمها سندريلا، عايشه مع باباها الغني في قصر كبير بعد ما ماتت مامتها. وكانت السندريلا طيبة وقلبها أبيض ومحبوبة من كل الناس والحيوانات. بعد ما ماتت مامتها، باباها حس إن السندريلا محتاجة الحنان وحب ورعاية، فقرر إنه يتجوز من ست غنية زيه. وكان عندها بنتين من نفس سن السندريلا. وبعد فترة مات بابا السندريلا، وبعد كده ظهرت شخصية مراد باباها الشريرة الأنانية. كانت بتكره السندريلا جدا لأنها أجمل من بناتها، وكانت بتغار من جمال السندريلا. ومر الوقت وبقت السندريلا بتشتغل زي الخدامة في قصر باباها، وفي نفس الوقت مرات أبوها وبناتها بيتمتعوا بالفلوس والجناين الجميلة واللعب. وفي يوم من الأيام كان في أمير معاهم في نفس المدينة، قرر إنه يعمل حفلة كبيرة جدا في القصر الملكي بتاعه، وعزم بنات كل العائلات الغنية في المملكة عشان يلاقي مين فتاة أحلامه وحب حياته. وفعلا اتجهز إخوات السندريلا الوحشين دولت ومرات أبوها الوحشة دي للحفلة، ولبسوا أحلى الفساتين. والسندريلا يا عيني دورت على فساتين ملقتش، فراحت فين تدور في فساتين مامتها القديمة على فستان يكون مناسب ليها شوية. وكمان مين اللي ساعد السندريلا؟ كل الحيوانات، لأن الحيوانات كانت بتحب السندريلا جدا. وقعدوا الحيوانات يصلحوا لها الفستان ويخلوه شيك على الموضة، ولبست السندريلا الفستان وبقت في منتهى الجمال. قام اخواتها الوحشين دولت غاروا منها ومن جمالها، وبوظوا لها شعرها وقطعوا لها فستانها الف حته عشان ما تقدرش تروح الحفله معاهم. قعدت السندريلا تعيط كتير وحزينه حزن كبير. وفجاه ظهرت ليها جنيه جميله شبه مامتها قوي. ساعدتها الجنية دي وادت لها فستان جميل جدا، وكمان ادت لها جزمة من البلور. بس الجنية قالت لها يا سندريلا لازم ترجعي قبل نص الليل، لان لو الساعة جت 12 بالليل هينتهي السحر وهينتهي كل حاجة وهترجع كل حاجة لأصلها. وقامت السندريلا راحت الحفلة ولبست الفستان الجميل والكزمة البلورية، وكانت أجمل واحدة وأجمل بنت هناك. ولما شافها الأمير أعجب بيها قوي وحاول إنه يتعرف عليها، لكن ساعتها الساعة جت 12. هربت السندريلا بسرعة، حاول الأمير إنه يجري وراها وإنه يلحقها، بس واحدة من جزمتها وهي بتجري وقعت منها. وكانت إيه بتجري بسرعة، وهربت السندريلا ورجعت القصر أبوها وهي في غاية السعادة والانبساط مبسوطة عشان كانت أحلى واحدة، والأمير هو اللي قاعد عايز يكلمها هي مخصوص. وفي اليوم التاني أصر الأمير إنه يدور على البنت صاحبة الكسر، وأمر حراسه كلهم إنهم يروحوا كل القصور الملكية ويقيسوا الجزمة دي على كل بنت، والبنت اللي هيجي على مقاسها الجزمة هتكون مرات الأمير في المستقبل. وراح الأمير وحراسه يدوروا 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 لحد ما وصلوا لقصر سندريلا، وقاست اخواتها البنات الجزمة وما طلعتش على مقاسهم. والأمير سألهم هو ما فيش بنات هنا تانيين في القصر؟ قالوا له في بنت خدامة عندنا. قال لها ماشي هاتوها. وفعلا قاست السندريلا الجسم وطبعا طلعت على مقاسها، وفرح الامير قوي جدا وطلب منها الجواز واتجوزوا.